صباح الخير وجولة معمارية مميزة في مشروع مميز راح نشوفه الحين، بس راح نشوف قسم منه مو كل المشروع. مسجات جاهزين الشباب كلهم حق الجولة، نلبس الكبوس الخاص حق المواقع وشوفون شيء ما شفتوه. طبعا عندنا كتيب للمشروع، هذه المنطقة اللي راح نمشي فيها، بس راح نروح هني المنطقة البراحة وبعدين راح نروح المنطقة السكنية. القطار اللي داخل ترام خاص يغطي بشير كاملة. بداية راح نروح إلى منطقة البراحة اللي بالخلف هني، راح نبدأ نلبس اللبس الخاص حق الموقع ونغطي لكم المنطقة. طبعا تضاعف منطقة السولدير في لبنان، وتحت هالمنطقة والمباني كلها فيها 10,000 سيارة. حاليا هني طبعا هذا مكان راح يصير فيه الجالرية واحدى المباني الخاصة في المشروع. الشباب هني عجبني التقاطع اللي احنا فيه، لاحظوا المباني اللي ورا، هذا شارع عبد الله الثاني، بعدين ورانا شارع جلمود، لاحظوا الانترسكشن كأني في دولة أوروبا. حلو لما تشوفوا القطار باكر لما يخلص يمر هني، شوفوا الفرجان الاركيتكتشر نفسه قطري حديث أو خليجي حديث، لاحظوا المكان. وهذه المنطقة اللي اسمها البراحة، المساعة وردتكم إياها على المخطط، لاحظوا حتى الشير حاطين السدر عشان يكون جزء من السيركيليشن مع تحت الأرض. نعم. وينضخ مرة ثانية لفوق الأرض ويساهم بتعديل درجة الحرارة. شرح من المهندس بسيط، ندري احنا إزعاج العمال، هذه راح تتغطى أثناء الصيف، هذه أكبر مساحة مكشوفة ومغطاة في العالم. طبعا هذاك فندق ماندرين أورينتال راح يكون عندكم هني، منطقة تجارية كبيرة. طبعا هذه كلها ما خلصت بعد، في نظام تبريد حول البراحة مميز يستخدمون فيه البايبينج اللي هو اللي يمر تحت، وهذا ماي بارد. والشيء الثاني من المحلات هذه اللي بالخلف يطلع الهواء ويدخل على البايبات هذه اللي راح تاخذ الهواء الزايد، ومن هالهواء الزايد هذيل الثلاثة أربعة راح تنزل المنطقة هذه كلها تصير أبرد بارتفاع 1.80 متر عن المنطقة الخارجية. يسمونها كول بول مهندس؟ اي نعم، هذه يسمونها كول بول، يعني مو حوض حمام سباحة لكن منطقة أبرد من الساحة والمطاعم. مو بس تصميم ما شاء الله المشروع، حتى مشروع بيئي لاحظتوا المطاعم هذه راح تكون باردة حتى بالصيف، تهوية وأرضية باردة. من فندق الأورينتال وهني المباني هذه، لاحظوا الشبابيك هذه، هذه الشبابيك كلها أونكس راح يشب بالليل، فشوفوا المنظر. طبعا احنا في البراحة فندق شقق ومكاتب ومطاعم تجارية زائد كلها مستخدمة بيئية. مشروع مشيرب ليد سيرتيفايد جولدن ليد، يعني مراعي لكل النظم البيئية في العالم. المشروع ترى يبي له 4 زيارات، يعني مو تغطية واحدة، بس اليوم راح نركز على الجزء السكني، بنزور واحدة من الأبارتمنتس أو الشقق ونشوف. هذا حجر مهندس، حجر 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 محفوظ، شوفوا شوف الفندس طوفة كاملة من الحجر المحفوظ. دشينا واحدة من العماير هني وبنشوف شقة لعائلة خليجية، يعني مصممينها على عائلة خليجية، بس لاحظوا اللوبي.
الحوش هذا. هذا الحوش بالضبط. نعم. تقدر قدرة على أنك تطل على على الأرضي من هني وتشوف الطوابق العليا للساونا والأشياء المرفقة لأي مبنى سكن. هذا الإضاءة تطلع فوق طبعًا لما يخلص لاحظوا شو راح يصير. والماتيريالز خشب وستيل. احلى شقه 5 غرف نوم مصممينها عشان تواكب حتى العادات والتقاليد الخليجيه. نشوفها حاليا بالشقه. احنا نطلع على البراحه اللي قاعد نشوفها هني، وهذا فندق المادرين اورينتال، ولاحظوا البلكونه. خلينا نشوف واحده من الشقق. المدخل هني طبعا من هاللوبي او الحوش الصغير، في كله شقق. نشوف ندخل هني. هذه موك اب مسوي لها اثاث كل شيء. هذه الصاله الرئيسيه مالت الضيوف. لاحظوا المنظر الخارجي. طبعا هذه شقه 5 غرف نوم غير غرفه الخدامه، وفيها بالكوني تطل على المنظر الخارجي، مأثثينها بطريقه وايد حلوه تناسب العوائل الخليجيه. لاحظوا من الصاله هذه مسوين هني سلايدنج دور على اساس وقت اللي يحطون الاكل يصير هذه عندهم غرفه الطعام. والمطبخ الخاص بالشقه كله مجهز بارقى الاجهزه. لاحظوا حتى المنظر، شوف المنارة والمكان. انا بتقافل الشباب وبسوي لي قهوه بس ما لقيت ماي، بس ننطر القهوه بالمكتب ان شاء الله. مكان روعه. عندنا غرفه جلوس صغيره، بعدين نشوف غرف النوم. طبعا هذا كله تاثيث عشان نشوف الشكل. مكاتب للتبديل، وبعدين تكرمون التواليت. هذه الغرفة اللي أنا راح أحتلها هي المكتب الخاص اللي مسوينه هني وطلته على البحر. متعة واحد يصير عنده مكتب بهالمكان، وبعدين تطلع برا خطوات ويشوف المنظر اللي وراي الدوحة كلها. لقيت هذا بالمكتبة، هذا لازم أشتري. History of Qatari Architecture Something to Buy. ونقعد برا يمكن نقرأ. ومن باب الخلفي للشقة يطل على بقية مشروع مشارب هني، وهناك أبراج الدوحة الجديدة. للأمانة إحساسي كأني في سولادير بيروت أو إحدى المدن الأوروبية في ألمانيا. يعني الأربن ديزاين المصمم هني مصمم بطريقة خليجية حديثة ومراعي للبيئة، وكأني في منطقة أوروبية. وايد حلو المكان. طبعا عشان المشروع يكون بيئي او يحوز على الليد الجولدن لازم حتى الماتيريالز المستخدمه تكون من المنطقه. حتى التفاصيل مو مخلينها. لاحظوا هذه البالوعه لتصريف المياه جزء من البلكونه. ونرجع الى البراحه والجو اللندني اليوم، ونكمل الجوله في واحد من التاون هاوسز. مساحة الشقة اللي شفناها مساعة 525 متر، يعني بيت كامل 5 غرف نوم مع خدام مع مطبخ مع مخازن. فوق منطقة الشقق في الخدمات، حمام سباحة لاحظوه فوق السطح على اساس مع الشمس، وطلع على البراحة. قاعد اقول حق الشباب اذا انترس الماي هني راح يصير ازرق، بس الحلو انه صادوا الحركه حطوا سيراميك بيج عشان لو يصير غبار مثل ما هو الحين ما راح يبين. هذا شيء وايد مهم، حاطين في كل مكان مجال حق المعاقين وكبار السن. هذا لفت يرفع المنطقه هذه ويوديهم حق الحمام السباحه. لاحظوا
مكان الماي. أنا مو بس أتكلم عمارة، أتكلم حتى شكل. هذه بالوعة بشعة مغطينها بالتايل هذه، فما نشوف. رجعنا من بعد الشقة إلى المحلات، بس لاحظت أنا تفصيلة، لاحظوها هني بالطوفة هذه، هذه الانتيك للتكييف اللي يصير بالخارج، هذا الراجع. جزء من مشارب لاحظوا اللواوين، اللواوين العالية اللي فيها شبه من وايد مشاريع، لكن هي بالطبيعة حاك حاليا احنا في احد ازقه مشارب لاحظه وشوارع راح تنبني محلات، مدينه متكامله. شوفوا التفصيله للشوارع، طبعا الحركه لاحظوا السماكه هذه فيها كم، فيها 10 سنتي يمكن، الطابوق الخاص في المماشي. طبعا من مدينه المشارب فيها ثلاث مسايد، شوفوها بالفوكل بوينت، تذكرون من تكلمنا عن الفوكل بوينت، هذا الفوكل بوينت مسجد، ومسجد اخر هني ايضا بالطريقه القطريه التقليديه بس مسجد حديث وجميل. حاليا احنا في شارع الكهرباء اللي خطيتها قبل اسبوعين من المتحف، تذكرونه اعادوا نفس المخطط بس غيروا المباني كلها. اغلبها بيكون تراديشنال يعني خياطه الثوب. نقطتين في مدينة مشارب، لاحظوا في شارع بس ما في باركينج، الباركينج جراجات تحت الأرض، تحتنا فوق 30 متر، يعني تحت في 3 طوابق سيائير، 10,000 سيارة تحت، يعني المدينة مو بس مبنية من فوق، مبنية تحت، كثرة المبالغ تشوفونها تحت. هذه كلها الواح جرانيت اللي راح تركب بالشارع، لاحظوا لاحظوا الحجم، يعني هذه 100 سنة ما تنكسر. تفاصيل معمارية، هذا برونز، حتى الإضاءة برونز راح تشوفها بعد شوية، الباب بعد برونز وماشي مع الحجر، مستوحى من السدرة. الإضاءة اعتقد مستوحاة من النخل بطريقة العثوق، لاحظوها بطريقة وايد حديثة، وإلى آخر الإضاءة هنا. دشينا احدى المواقع هذه التجارية، هذا راح يكون مطعم، لاحظوا الارتفاعات، لاحظوا المطلة، الفيو. حق اللي في بالي هذا مكان مطعم كورنر سايت وعلى منطقة البراحة، يعني ديل عدل. لاحظت شغلة ثانية بالستركتشر او الانشائي، ماكو ولا جسر، ماكو جسور، هذا يسمونه فلات سلاب. هذا انا عندي احلى المباني في منطقة المشارب، هذا اللي فعلا اذا خلص شوية بسوي جولة خاصة حق. حتى المشربيات هذه من البرونز مسوينها ومشتقة من الطبيعة، هذه من شيارة القرم. القسم الآخر من زيارة مشارب التاون هاوسز، هي البيوت اللي مسمينها الفريد، في 32 مسكن في هذه المنطقة. حتى مرابط القواري موجودة، يعني هذه شخباري ما نشوفها إلا في أوروبا، يعني المنطقة حق القواري وممشى شيء روعة. وهني مدخل الفريج اللي راح نشوفه إن شاء الله مع الشباب بالتاون هاوس، وطبعا مسوين هني أورجانيك جاردن، زارعين فيها نباتات الخاصة. تفصيلة بالسلالم، غير إن في جروف تحت مو لازق، لاحظوا في مكان ما يصير قاعدة كراسي وسلام، وطبيعي الرامب أساس كبار السن والمعاقين لهم اهتمام خاص في المشروع ودخله إلى الفريج.
وهذا الفريج في حول التاون هاوسز، وفي هني ديوان خاص حق الفريج كامل حق اي مناسبه كانت. فريج وبيوت حلوة بتصاميم، خندش واحد من البيوت اللي هني المفروش كمثال. حياكم. دخلة مقسمة لقسمين، قسم الضيوف مدخل خاص، وقسم أهل البيت والحوش. داخل الحوش عندنا حوائط حتى متحركة، لاحظوا هذه برونز عشان البرايفسي، ولاحظوا كل شيء طلع عليه. حتى النافورة أو الماي اللي بالنص يطلع صوت حق الحوش، يعني تفتح الشباك تسمع صوت حلو. من المدخل الرئيسي هذا المجلس أو الديوانية الخاصة في البيت، وبعدين تشوفون هنا عندنا السكرين دورز على الطابق. نفس الشيء، لاحظوا النقوش هذه كلها مستوحاة من الطبيعة والتراث القطري، مستخدمة في الفواصل والخشب داخل البيت في كنتينويتي. هذه حطين خريطة عامة للموقع، لاحظوا شلون اليونت صايرة، الفريج اللي احنا فيه، وبعض المباني الخاصة في المشروع. وهذه طبعا غرفة الطعام اللي كانت مربوطة توه مع المجلس اللي هني، وهني بقية البيت والمطبخ. طبعا احلى شيء المطبخ تحضيري يطلع على الحوش ويطل على الصالة هناك، لكن المطبخ الرئيسي لأن هذا تاون هاوس صاير تحت. ما أنا بوريكم بس شغلة الجمالية، خلينا نشوف الخدمات. لاحظوا دراي خاص حق مكان الخدم، والمطبخ الرئيسي اللي صاير تحت التاون هاوس. بتشوف إن في مواقف سيارة تحت الأرض هذه الخاصة. يعني حتى موقف السيارات مدروس، بحيث ان هذا باب الطباخ او السايق ما يكون داخل البيت، وقت الناس تسافر يكفرون الباب اللي وراي هذا والسايق ما. ركبنا الدور الثالث اللي هو تحت من السرداب دور الخدم الى الدور الثالث. لاحظوا البيت حجم مو طبيعي. فوق السطح يقول لك بقى الجيم، معدات كامله وسويمينج بول. نص الديرة لك بيت خاص، طبعا هذا اثاث متغطي هني ما خلص، وسويمينج بول شمس خاصة وبرايفسي وسباحة، ايش تبون بعد؟ حتى بالبول والمنطقة اللي بالسطح السقف هذا شفتوه يتسكر وينفتح، لاحظوا هذه يتسكر عشان يظلل. طبعا هني ما شاء الله ديوان اميري طلع من التاون هاوس على واحد من الفرجان في شيرب. تفاصيل فظيعة، لاحظوا حتى الريل أول مرة أشوف ريل معمول من حجر، لاحظوا الحجر مع حديد. حتى غرف النوم لاحظوها شلون مأثثة والإضاءة الطبيعية اللي داشة. أطلع إلى الممر وعلى طول على الكورتيارد. نلاحظ كل مساحة البيت، غرف النوم والصالة كلها تركز وتطل على الحوش والنافورة. اخر شيء عندنا المجلس الخاص اللي شفتوه، هذا في مدخل خاص من داخل منطقة مشارب او يكون من ضمن الفريج اللي احنا شفناه. وهذا اكبر باب في الدوحة. مهندس قاعد تحركه طالع، يلا من غير عضلات ترى بكل سهالة.
هذه كانت آخر الجولة اليوم، وأعتقد لنا زيارات أخرى إن شاء الله. وكل الشكر للشباب القائمين على شركة مشارب وأعضاء فريق العمل كلهم الموجودين هنا اللي ما قصرتوا شباب في الزيارة وتنسيقها معنا، مشكورين شخص شخص صراحة، مشكورين. يومين وتغطيات جميلة كانت في الدوحة، غطينا في قطر فاونديشن أحد المباني، واليوم غطينا جزء من مشروع مشارب. مشاريع مفخرة صراحة للعمارة الخليجية ومفخرة لنا كلنا، ونجاحكم ونجاحنا، لأن أنا أشوف كل مشروع يصير بالخليج من الدوحة من دبي من الكويت من الرياض من مسقط البحرين كله يصب على مصلحة الخليج كله. وننتهي الجولة هني ونغادر الدوحة وعودة إلى الوطن العزيز الكويت وعودة إلى العمل وكيان.